خلال مباحثات موسعة أجراها رئيس الحكومة السيد عزيز خنوش مع السيد زاو ليجي رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية لجمهورية الصين الشعبية، والذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام من المسؤولين الصينيين، تناولت مختلف أوجه التعاون بين البلدين. عبر المغرب والصين عن تطلعهما المشترك لتنويع الشراكة المغربية الصينية وتوسيعها لتشمل قطاعات استراتيجية جديدة واستثمار مختلف المؤهلات التي يوفرها اقتصاد البلدين وتموقعهما الاستراتيجي. وأشاد الجانبان خلال هذا اللقاء بجودة علاقات الصداقة المتجذرة والمطبوعة بالتقدير والاحترام المتبادلين بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، حيث سيخلد البلدان في نوفمبر المقبل الذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما. وبهذه المناسبة أعرب رئيس الحكومة عن تقدير المملكة المغربية للموقف البناء لجمهورية الصين الشعبية داخل مجلس الأمن الدولي تجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة، مجددا التعبير عن تشبث المملكة بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما تناولت هذه المباحثات مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا الدعم المتبادل لمواقف البلدين في المحافل الدولية.